مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال. لحلويات رمضان نكهة خاصة، ولكن في ظل علقام الوضع الاقتصادي والاجتماعي للناس باتت الحلويات عبئا ثقيلا على المصروف الرمضانية. هنا محل حلويات عادة يكون مكتظا، ولكن اليوم هكذا كان المشهد. اليوم الأسعار يعني رغم أن احنا عم نحاول بكل الطرق يعني نزلنا لدرجة أنه حتى لو ما بدنا نربح هذا الشهر، بس ما نفوت بطريقة أنه نعلي الأسعار، لأنه شفنا برا أسعار نار. فعملنا نحن طريقة أنه نقدر نضاين بس بهذا الشهر. هيدا اللي كان يجي بده 2 و3 كيلو هيدا فقدناها، صرنا اليوم النص كيلو لوقية. هيدا الميسور ايه عن جد، لأنه إذا بدك تجي تحسبيها أنت، في ناس كل يوم كانت تجي تاخد حلو. إذا بدها تجي كل يوم تاخد كيلو مدلوقة، ما بدنا نقول نحن كيلو مشكل، بدها 6 مليون بالشهر. يعني في كوارث. نحن بيطلبوا بالحبة، صاروا والله في بالحبة وبالقطعة، وبيجي بقول لك حط لي جاطب 20 ب50 ألف، هيك صار تعطير. أما هنا فمحل يصنف شعبيا، وواضح من كثافة الناس إنه الأسعار رغم إنها مرتفعة بس بضل رخيص وكويس. هلا مثلا مثل هيدا الأسعار شوي يعني قاسي شوي، 280 ألف، بس بتضل أرحم من برا. بيجي بقول لك اعطيني وقية ونص، بيقدر ياخذها. العالم ما معها مصاري، خلصت الثلاجة السنة ما عملنا، بتكلفنا لأن 300 ألف زيت الكلاجة، كيف المواطن اللبناني بده ياكلها؟ الحلويات الرمضانية لن تكون زينة المائدة يومياً، بل حسب القدرة. كانت بشكل يومياً. هلا يمكن هالمرة، يمكن بعد مرة تانية وخلص. يعني أسعار عالية مبدئياً. إيه بس حلو رمضان، ما فيك تستغني عنه برمضان. هلا عادة بنجيب كل يومين بنجيب. هلا بنجيب عقدنا يعني، عقدنا وفترات متباعدة، مش إنه كل يوم، كل يوم ما فيك. مدخولك ما بيكفي لحتى أجيبك اليوم، يعني من قريبه. غلا وقوى. حلو غلا وقوى؟ إيه. هلا نص كيلو بس من نفسهم. ما عم نقدر نشتري إلا بالزور، يعني عم نوقف الأكل وعم ناخد حلو. ريت بتأمني أكل البيت قبل ما قبل هالأشياء هيدي. الله يعين الشعب. إذا كان جاط الفتوش الذي كان يعتبر من الأساسيات على المائدة الرمضانية بات من الكماليات، فكيف الحال بالحلويات التي باتت تنشر على القطعة في ظل الظروف الراهنة؟ رشا الزن هاشم، NBN.